استفادت ولاية قالما من عملية لربط 9 بلديات من مشروع محطة تحلية مياه البحر كودية الدراوش المتواجدة على مستوى ولاية الطارف، وهذا في شطره المتعلق بولاية قالما. احنا اليوم كما تلاحظوا رانا نقوم ب او نشرف على اعطاء إشارة انطلاق الأشغال الخاصة بهذا المشروع الهام الذي يسمح لنا بإذن الله بتوفير حصة 40,000 متر مكعب يوميا من إنتاج المحطة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب لتسع بلديات.